ينضم معنا من الرياض الكاتب السياسي سلمان الشريدة. مساء الخير أستاذ سلمان، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. أبدأ معك أستاذ سلمان، عن الجزيرة تنشر بودكاست تمجد فيه سليماني وتبجل مرتكب الجرائم الحرب ومنتهك حقوق الإنسانية، وأنت تعلم في كم دولة، كيف تعلق بداية؟ أهلا بك أخي إسماعيل، وأهلا بك أستاذ المشاهدين. طبعا الجميع يعرف قاسم سليماني، العالم العربي كله يعرف قاسم سليماني، هذا المجرم، هذا الإرهابي الذي قاد الميليشيات، وهو قائد لفيلق القدس الذي يسمى فيلق القدس، وهو لم يعني يذهب إلى القدس ولا يريد تحرير القدس، ولم يكن هناك أي حرب مباشرة بينه وبين إسرائيل. كل الحروب التي خاضها طوال الفترة الماضية ومنذ انطلاقة الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الأيديولوجية الإيرانية في تصدير الثورة في العالم العربي وتوسيع نفوذها، وأيضا عودة المجد الفارسي. بكل تأكيد كان يعني قاسم سليماني رأس الحربة، يعتبر من أو أحد قيادات الجيوش التي تعتمد عليها إيران منذ ذلك الحين، ويعني نحن نعرف انطلاقاته في حربه مع العراق. فكل الحروب التي خاضها قاسم سليماني كانت ضد العرب وضد المسلمين، وقام بالتهجير والقتل والنكل. يعني لا غرابة لقناة الجزيرة أن تقوم بتبجيل قاسم سليماني كونه مجرم حرب وإرهابي، لأنها هي دائما تنتهج هذا النهج. يعني نحن نعرف أنها كانت دائما أول من يبث خطابات أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة. أيضا لا ننسى التفجيرات التي كانت تحدث في العالم العربي وخصوصا في المملكة العربية السعودية، كانت الفيديوهات المسربة في كيفية يعني التفجيرات التي كانت تحدث والأعمال الإرهابية بتفاصيلها، كانت الفيديوهات تتسرب عن طريق قناة الجزيرة. فقناة الجزيرة هي منبر للإرهابيين منذ انطلاقتها، وهي لها أجندة معروفة يعني منذ البداية. نحن كمراقبين ونحن كإعلاميين نعرف يعني ما بين السطور، وإن كان في السابق هناك الكثير ممن انخدعوا بقناة الجزيرة، ولكن اليوم لا أعتقد أن هناك عاقلا يعرف يعني ما يدور في قناة الجزيرة، بل أنها بدأت تكشف نفسها بنفسها في طيب. من خلال خطاباتها الأخيرة. أو أنت ذكرت نقطة مهمة أستاذ سلمان، يعني كانت الجزيرة تسرب الأشرطة أو تأتي بالأشرطة المصورة من الإرهابيين وخاصة من أفغانستان عن طريقها وعن طريق شاشتها، شاشة الجزيرة. إذن الجزيرة الآن عندما تحاول أيضا تجاوز الورطة بحذف التغريدة، هي محاولة بالفعل أم هناك شيء ما؟ وأربطها بالمناورة التي ذكرتها أنت، المعلومة أن الجزيرة دائما تحاول أن تبث عن طريقها الإرهابيين، وماذا يقولون؟ صحيح إسماعيل. طبعا الجزيرة نحن نعرف أنها هي يعني منبرا للإرهابيين، وهي أول من يبث دائما المقاطع الإرهابية، وهي أول قناة في الشرق الأوسط أو في العالم من يبث هذه الخطابات لأسامة بن لادن أو أي مجرمي يعني القاعدة أو داعش. أيضا هي من يبث دائما الخطابات كما ذكرت لك قبل قليل، يعني العالم أيضا في لندن. يبدو أن لديك مشكلة أستاذ سلمان، يبدو أن لديك مشكلة في الصوت. نعم الآن عاد الصوت. نعم تفضل أكمل أستاذ سلمان. فهي دائما منبر للإرهابيين، وأيضا لا ننسى أن يعني أول من تحدث من الإسرائيليين من كيان الصهيوني عبر المنابر العربية كانت عبر شبكة الجزيرة. يعني المسؤولين الإسرائيليين دائما يتحدثون عبر قناة الجزيرة ولا يتحدثون عبر أي قناة أخرى، ويعبرون عن أصواتهم للعالم العربي عبر هذه القناة. فهي المنبر للإرهاب وأيضا للمشاريع الصهيونية، والآن هي أيضا منبرا للمشروع الفارسي في المنطقة. فلا غرابة أن يكونوا. أما بالنسبة لحذف التغريدة فهي لم تحذفها أنها شعرت بورطة، هي تعمدت ذلك، هي تريد يعني استفزاز نوعا ما، لأن الفيديو حسب علمي أنه حذف يعني كتغريدة ولكنه باقيا في اليوتيوب.
ايضا لا كانها مناوره، يعني كانها مناوره ابو عبد العزيز، كانها مناوره او تريد ارسال رساله ربما لاخرين لارهابيين ممكن. بكل تاكيد هي يعني كانها ترسل رساله لها عده يعني تفسيرات، من ضمنها ارسال رساله للارهابيين، وايضا ارسال يعني او تاكيدا على انها مع المشروع الفارسي وتطمينا لايران في الوقت الراهن. ايضا يعني حينما نبحث في لك ان تطلق اي تفسيرا، ولكن نهج التغريد بها بي بي يعني استفزاز العالم العربي، شخص يعني قام بقتل السوريين وتهجير العديد من الابرياء في حلب، وايضا يعني قام بعمليات اجراميه في العراق، كل هذه الاعمال التخريبيه التي قام بها قاسم سليماني تقوم بتبجيلها قناة الجزيرة، وتذكر في التغريدة أن له بصمات في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان، وتحدث عنه. أنا أريد أن أسأل ما هي البصمات التي تريد أن تبينها قناة الجزيرة؟ لا، وتحدثون عن مجازر حلب وكأنها انتصارا لسليماني. نعم يعني هذا ما يعني ما يستفز العالم العربي اليوم، أن كيف تبجل شخصا قام بقتل وتنكيل يعني وتهجير العديد من الأبرياء في العالم العربي، خصوصا في سوريا، خصوصا في العراق، وأيضا في لبنان، وأيضا دعمه للحوثي في اليمن. كل هذه العمليات التي قادها، يعني هناك مقطعا أيضا لقاسم سليماني قبل عقدين تقريبا، كان يتحدث أنه يريد عودة الإمبراطورية الفارسية في العالم العربي وعودة هؤلاء العرب إلى الصحراء. يعني هذا مشروع فارسي نحن نعرفه، ولا يهمهم لا طائفة ولا غيره، ولكن يريدون الـ يعني أحلاما للإمبراطورية. ولذلك كانوا يعني ثم تأتي قطر وتبجل هذا المشروع وتبجل هذه الشخصية التي تقود أحد المناورات ضد العالم العربي. يعني أنا أريد أن المشاهد هو من يفسر، لا أريد يعني أن أتحدث أكثر من ذلك، ولكن فيما يتعلق في التفسيرات. ولكن حينما نتحدث عن حذف التغريدة، لا ننسى أيضا حينما قامت قناة الجزيرة بإطلاق طريقة هروب الفتيات في المملكة العربية السعودية وكيف أن يهربون، ثم بعدها قاموا بحذفها. فهي هم يعملون هذا العمل ليس غباء، هم يقومون بهذا العمل ويبثونه ثم يقومون بحذفه نوعا من المناورة كما أسلم. ولكن الآن أستاذ سلمان مكشوف عملهم أمام الناس، صارت القناة ومن يعملون فيها مكشوفين أمام الناس. ولكن ما أدريش العقلية التي هم يريدون أن تكون هذه العقلية للناس جميعا متساوين فيها. أنا أريد أتحدث بكل صراحة أخي إسماعيل، يعني نحن نعرف أن الدول أو دعني بعض المنظمات أو القوى التي تريد خرابا في أو تريد تدميرا لأي منطقة أو ودعني أتحدث تحديدا في الشرق الأوسط، يعني ربما يجندون أشخاص. عبر التاريخ لم يتم تجنيد دولة مثل قطر. قطر تم تجنيدها لغرض معين، وهو مشروعا صهيونيا ومشروعا فارسيا في المنطقة، وبالتالي هي تقوم وتعتبر قناة الجزيرة هي منصة إعلامية لهذا المشروع الذي بدأ منذ عقدين. أنا أعتقد أن قطر اليوم من خلال منابرها الإعلامية سواء في الجزيرة أو أذرعها هي تقوم بعمل خبيث في المنطقة. لا ننسى تأجيجهم الفتنة في الشارع العربي في الربيع العربي، والذي لم يستفيد من هذا الدمار وهذا الخراب إلا الكيان الصهيوني وأيضا الفارسي. وبكل تأكيد إيران هي الرابح الأكبر من الربيع العربي الذي حدث، وأيضا إسرائيل الذي حدث في المنطقة العربية. وهذا يؤكد أن قطر يعني هي أحد هذه المشاريع وهذه الأذرع لهذه القوة، وبالتالي لم تتم مقاطعة قطر عبثا. قطر تمت مقاطعتها لهذا بسبب انتهاجها هذا النهج التخريبي في المنطقة. يبدو أنه في العقلية خلل في الجميع. بكل تأكيد. نعم، كان معنا من الرياضة الكاتب السياسي سلمان الشريدة، شكرا جزيلا لك أستاذ سلمان على هذا التوضيح على هذا التفصيل على هذه المعلومات.